استعادت قوات كردية مدينة سنجار شمال العراق من داعش تحت غطاء جوي وفرته قوات التحالف الأمريكي، ومذ ذاك يتكشف حجم الخراب الذي لحق بالمدينة التي كانت تقطنها غالبية أيزيدية. شفت رعبة، يعني شيء يخوف. وين كان سنجار وين صار؟ يعني سنجار هسا خرابة. بعد نحو 15 شهرا من احتلال داعش المدينة سيطر عليها الكرد، ليتبين أن مسلحي داعش لم يكتفوا بقتل الأيزيديين بوحشية عدتها الأمم المتحدة إبادة جماعية، بل دفنوا أهلها في مقابر جماعية تضم عشرات الجثامين التي ينتظر أن يتم تعريفها. كنت أريد أن أعود حتى أقف على قبر ابنتي التي قتلت في سنجار، ولكن لا قبر لها ولا بيت لنا. كذلك حفر مسلحو داعش أنفاقا بطول مئات الأمتار تحت الأرض ليحتموا فيها من الضربات الجوية للتحالف ومن رصد مقاتلي البشمركة. الأنفاق التي يصل بعضها إلى بيوت في المدينة كانت معدة للحياة تحت الأرض. كتب وطعام وأسلحة أمنت لمسلحي داعش البقاء متخفين حتى حانت ساعة المعركة، وفروا تاركين بيوت سنجار أطلالا تشهد على جرائمهم ومقابرها الجماعية ندوب حزن في المدينة وفي قلوب الآلاف الذين اضطروا إلى الهرب منها.